بخيل، أنا يلي طلبته كان لون خمري، مو هذا اللون. طيب جربي، بالنهاية هو أحمر. شوف العلبة، في كتير درجات للون الواحد، قرمزي، كرزي، خمري، أرجواني. بعرف الفاتح والغامق والمقصب والفاقع، بعرف كل الدرجات، بس اللي قلتي عنهم ما بعرفهم. خلص لا تساعدني، تركني اشتغل لحالي، بطلت ما بدي الأحمر، بدي زهر. خلص بكفي صرعتيني. كارتيك، خلص تركها، لا تزعجها. ما عندي شيء أعمله، قلت بساعدها، مفكرني مثل حضرتك مقضي كل وقتي ورا إشكي. أخي ما بيذكر حتى اسمه وبيعمل حاله عم يحاكي غيره. بتشارطي إنه عم يحاكيها؟ إيريا. هاي أهان. ما بحب أكتب محادثات لهيك اتصلت. وأنا مثلك، كيف كان يومك؟ منيح. في عنا خبير تجميل بس سونو ما حبت شغله نهائيا وعم تتمكيج لحالها. ابعت لك فيديو كتير حلو. ايه ابعتي، متأكد انه هالفيديو رح يساعدها. اوكي شكرا، باي باي. كنت عم تحكي مع رفيقتك ما هيك؟ ايه لما حكيت معهم مشان قرض السيارة كنت ألطف من هيك بكتير. أكيد هي إيشكي مزبوط، حتى لو مزاجك مو رايق، على القليلة حاول تكون لطيف معها. خلاص كارتيك. شي مرة حكيت لريا عن إيشكي؟ ولا بس نحن منعرف بهالقصة؟ إيشكي لاف لاف لاف. نا 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 نا. عذبتك معي. ولا يهمك. يوم جميل إشكي. إشكي. عفوا. أنت ليش عم تحط الخلخال على راسي؟ ما بدي تساعدني، روح من هون. شفت أخي ما بدها يعني ساعدها. خير شبك، ليش عم تطلع فيني؟ أوكي بعتذر. خلص ماشي، راح أتركها بحالها. بسببك يا غبي رح كتبت إشكي. كيف ما انتبهت على اسم إشكي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.